جنة معظمة الشام 26/8/2013 وصول اللجنة الدولية إلى المدينة. ستة وعشرين ثمانية. وقف التصوير كاميرات واقف. ستة وعشرين ثمانية 2013 وصول اللجنة الدولية بشأن الملف الكيماوي على مدينة معظمية الشام. لا 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 احنا هنشوف ايه. نحن صار اطباء مصابين We can't take this to the basement because the fragments the cannons we can't see. The higher place we will be in the basement for sure. But we are in the basement and we will definitely take some of the and we look شارع الرضوان ايضا نفس الحال. انت وين كنت متواجد؟ وين كنت متواجد؟ وين كنت متواجد؟ في المسجد. المسجد الروضة أيضا. المسجد الروضة. نعم هذا هو الروضة. اسمين الانفجار. نعم ده بس ما بيعرف الموقع مو أكثر من هون. وهو يبعد 30 متر تقريبا. 30 متر عن مكان سقوط القذيفة. أول شيء كانت حالة اختلال، إجا غاب عن الوعي تماما، كان جاي مرض الإصابة كمان فوق عينه. ما تقول لي أنت شنو وريت؟ هو يحكي ولا أحكي له عن الشباب؟ كان حالة هو أنا وقت يجي له أنت أنا دقيقة وربع بس شرطي أنا دقيقة وربع ما حسيت بشيء. دقيقة وربع شو حسيت؟ حسيت دقيقة وربع أنا وشيء وقت صار الانفجار رحت أنا شام 26 كان 2013 أخذ عينة من المرضى